في عمنا هنا عنده كلام، تفضل. النادي نحن مشينا معاهم. نديك الميكروفون؟ لا لا. نتكلم زايد. بيقولون الصفات الأول، الصفات، الصفة الأولى بيقول لك اليقين عليها الله. بتحقيق الكلمة الطيبة. نعم. المقصد من اليقين يعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الصفة الثانية اليقين الفاصل من القلب. الصفة الثانية يعني بيقول لك الصلاة والخشوع يعني بيوروك كلها. طيب إخراج الصفات الستة دي بيقول لك الدعوة لله والخروج في سبيل الله. نعم نعم. يعني ده كله نعم فضل. شكرا يا خال، شكرا جزيلا. لا أنا بجاوب لك، أنا بجاوب لك. أول حاجة الصفات ستة، ستة دي لعلى دليل من كتاب لا سنة. القرآن ده كله 114 سورة، جيب واحد منهم هم ذاته بس التبليغ ده اللي يطلع لي آية واحدة بس قالت إنه الصفات ستة، ما في طبعا، دي بدع. نمرة اثنين نجي نناقش الصفات ذاتها. قالوا الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، أنت عارف يفسروها بيقولوا شنو؟ بيقولوا لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، وده أبطل الباطل. كلام ده ما صحيح، ده كلام خطأ وباطل، لأنه ربنا قال عن أبو جهل لعنه الله، وأبو لهب لعنه الله، الخاشين جهنم سيصلى نارا ذات لهب. قال ديل، قال للرسول لو سألتهم قلت لهم الخالق منو غير الله؟ بيقول لك لا، الله خالق براه. قال تعالى عن الكفار ديل ذاتهم الزمان، ولئن سألتهم يعني يا رسول الله لو سألت الكفار ديل ناس أبو جهل وأبو لهب من خلق السماوات والأرض، إذا سألتهم السؤال ده جبت أبو لهب تعال الخالق منه للسماء والوطة وسخر الشمس والقمر، أبو لهب حيقول لك الله، ليقولن الله، الله قال كده. كونهم يفسروا لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، دي أبو لهب ذاته معهم فيها، وما مرقته من الكفر لسه كافر. ده تفسير خطير جدا. لا إله إلا الله ما معناته لا خالق إلا الله بس، لا، لا إله إلا الله معناته لا معبود بحق إلا الله. والدليل على التفسير ده ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ده تفسير لا إله إلا الله الحق. تفسيرهم ده باطل. واحد، مسألة الصفة الثانية ولا الثالثة، إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح على ذات الله، بقول لك كده، هم بقولوا لك كده. لكن لما تسألهم ما هو اليقين الفاسد ما بوروك له، ما هو اليقين الصالح ما بوروك له، لكن بحفظوك لك الصفات الستة، إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح على ذات الله. شنو هو؟ أنت عارف اليقين الفاسد شنو؟ هو معناته إنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ده اليقين الفاسد عندهم هم. كونك تدعو للتوحيد وتنهى عن عبادة القبب والأضرحة، ده اليقين الفاسد عندهم بالمناسبة. بل الناس ذيل قادين ومخطئين خطأ كبير في الأسماء والصفات. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله أنزل لنا 99 اسم وصفات لله عز وجل كثيرة، النازل الموضوع ده كله ما شايلين معه. وإذا جبت لهم أي صفة، صفة الاستواء، ربنا قال الرحمن على العرش استوى، النازل بينكروها. جماعة التبليغ ده بينكروها، المعنى بتاعه على وارتفع بينكروها. وربنا قال أأمنتم من في السماء، بينكروا الكلام ده إنه الله في السماء، بينكروا جماعة التبليغ. يا جماعة المسائل دي عشان أنت تعرف إنه الحزب ده أو الجماعة دي صح ولا غلط، بيحتاج أنت أول حاجة تتعلم الدين بصورة صحيحة عشان يكون عندك نظارة تشوف فيها الصح من شنو يا جماعة؟ من الغلط. ونحن ما عندنا معاهم مشكلة شخصية يعني، ولا كلونا قروش الناس زي إخواننا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الأحزاب دي كلها، تبليغ من شنو ما عارف، إخوان مسلمين، مؤتمر وطني، شويعيين، شيعة، تجانية، صوفية، قادرية، ده كله نهى عنه، ما في أحزاب في الدين.